تمام، انت كده وكل مشاهدينا عايزين يعرفوا ازاي ننزل بشكل سريع. نزولنا بشكل سريع لازم يتطلب مننا ان احنا نعمل بلان. هنجهز بلان صغيره اللي هي اول حاجه ممارسه الرياضه. طيب البلان بتاعتنا دي ايه المحور الرئيسي؟ دايما كل ما اجي اشتغل حاجه لازم احدد انا هشتغل على ايه، او ايه هو المحور الرئيسي اللي انا هشتغل عليه. هشتغل على رفع هرمون النمو، لان ده هيساعدني على زياده الحرق بشكل عالي. لا افهم ازاي؟ هوضح لك ازاي هيتم ده. هي دي البلان بقى اللي هحكي فيها. ان انا هلعب رياضه ده بيساعدني على رفع الهرمون. ايه كمان؟ الصيام المتقطع. يعني ايه الصيام المتقطع ده؟ انا هوضحهولك كمان بجزء صغير قوي. الصيام المتقطع ده هنمشي كالاتي. هنبتدي ان احنا لمده 3 ايام هناكل 3 وجبات على مدار اليوم. بنسميها عندنا في لعبه البوكس الثلاث سبعات، يعني كل سبع ساعات هاكل وجبه. تاني 3 ايام هاكل وجبتين بس. يعني بنصحى من النوم مش عندنا نفس ان احنا ناكل، مش لازم ناكل. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. خلاص لما تحس انك انت جعانه ابدأي كلي. فاحنا كده هنبدا ناكل وجبتين لمده 3 ايام. اخر 3 ايام هناكل وجبه انهاف. ايه الهاف ده؟ جوس، جرين جوس، عصير خضروات. نشتغل على الثقافه دي، هيعطينا احساس فريش خالص. على فكره اللي هو شوربه الخضروات والحاجات الغريبه دي، لا فريش، افوكادو مثلا، كرومب، اي حاجه لونها جرين، سبانخ، كل ده نشربه جوس عصير. واو، رائع، هتنبسطي جدا منه، هيديكي احساس بالنشاط بالقوه. خلي بالك الفكره كلها في الرياضه مش فكره ان انا اوصل للويت لوس وبس، الفكره كلها او هو مبدا. طب دايما كنا بنشوف يعني في التلفزيون اللي هم الابطال او الرياضيين بيجيبوا البيض واللبن ويحطوه على بعض كده ويشربوه، ده ايه ده؟ بصي انا ماشيه بمبدا اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. في حاجات هتبقى صعبه، لما اجي احكي في اقول لك على الخضروات جوز هتقدري تشربيها. بس صدق البيض واللبن احسن من اللي بتقول عليه. عايشك. طب خلاص اوكي. لا انا ما هبدا اخد انا الخضروات دي، هتدينا احساس بالانتعاش. جربيها هتنبسطي منها جدا.